أني متضايق. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال. السلام تعال لله. السلام تعال. لله. وش فيك ذا مشخصنها؟ تعال يا ولدي تعال، وراك زعلان، تعال. وش بك؟ أنا لما بزعل مش على بعض بعض ألف حول النفس. يا ابن حلال اجلس هي. اقعد. ها. وش عندك؟ زعلان. أني متضايق يا والحق طلال. اسمعنا عليك. الله يبعد عنك شر الضيقة. وش السالفة؟ فيش ولا حاجة، بس يعني خلش العشم، يعني انا ابنك برضه وجاي من بلد وجاي في غربة، المفروض انا اولى باللي انت عملته. وش سويت انا؟ انت عارف انت عملت ايه؟ ما تخلينيش اتضايق منك. يا لما اقف يا قبر لما اقف. ما ادري وش سويت انا، قل لي وش سويت. الشغل انا اللي جبتها الواد سيد اللي مصارمك راسه ايه في الفندق، مش انا كنت اولى بيه. ما تطلعش. الله يصلحك بس يا عزوز، الله يصلحك، هذا اللي مزعلك. لا يا ابن حلال لا تأوفر يا ابن حلال، اسمع يا ولدي، اسمع اسمع، هد نفسك، هد نفسك. أنا بهد نفسي، أنا برضي يعني مش عارف حاقد ده ولا غل ولا ده، مش عارف. لا لا أبوك يحقد عليك، الله يصلحك بس، خلنا نشوف وجهك بس. إيه امسح دموعك. اسمع يا ولدي. أيوة يا رب. أنا دبرت الوظيفة هذه لأخوك سيد لأن كان فيه وظيفة رجل أمن وصديقي تكفل بها، لكن ما حبيت أشغلك في الفندق لسبب. إيه هو السبب يا رب؟ أبى أفتح لك مطعم شاورما بالحالك. يا بابا تعرضش أنت لأي تاكل مطعم شاورما الأحلى باللملك. الله أنت عايز أفضل عن جنبك أعمل لك كله بشاورما يعني؟ لا تتسرع، جرب أبوك وشف، أسبوعين ثلاثة أسابيع بالكثير إن شاء الله والمطعم جاهز. يعني أنا كنت عارف أنك مش هتسيبني زعلان، بس مش للدرجة دي. أكبر شف شاورما في الشرق الأوسط. عزيز اللزوز. عزيز اللزوز ورا الحين، ورا انت عزوز اللزوز، ورا ما تكتب عزوز بن طلال، ما ورا ما تحط اسم ابوك. انا هقول لك يا ها. انت اسمك ايه؟ اسمي طلال. ورجل ايه؟ رجل لزوز. لزوز ايه؟ انا اختصرت. اقطع سؤالك. رضيت عاد رضيت. اقول لاصحابي واخواتي بقى ان انا انت تعبت مطعم ولا لا؟ ايه لا ايه، خلوا الامور، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. صح. إذا ضبطنا المطعم وكل شيء نسوي افتتاح ونجيب إخوانك. لا خلاص مفيش يابا مخلود، أنا عجبك في الحتة دي بقى. ولا أميني في أي سير. ممتاز. ما يسيبها لله. خلاص يابا ما يشتكي أنت. يا سلام. يلا أشوفك على خير. ربنا يخليك لي. فعلا فعلا الأب والد فعلا والله. يا سلام يا جدعان. يا سلام. اللهم صل على سيدنا. ربنا يخليك لنا يابا يا رب. فين جروب الحارة؟ أيوة جروب الحارة. سلام عليكم. بقول لكم ايه، كلام في سركم كده لاهل الحاره كله. إيه انا ابويا هيفتح لي مطعم شاورما. ايوه بس هو اي منبهني ما اعرفش حد، فالكلام ده امانه لكم ولكل الألفين فرد اللي على الجروب، مفيش مخلوق. انا امنتك اهو عشان برضو كلام ابويا ما يتكسرش. سلام عليكم.